مكتب الخدمات الاجتماعية ببازيليك سيدة الأيقونة العجائبية للآباء العذاريين بالأشرفية عم بيحتفل بمرور 4 سنين على تأسيسه مع مجموعة من النشاطات على أنواعها، حفل موسيقي، معرض مميز بعنوان باتشورك، وكمان حفل ميلادي بتحيي السيدة ماجدة الرومي. تفاصيل أكثر عن هالنشاطات مع ضيوفنا، برحب برئيس دير الآباء العذاريين الأشرفية الأب فادي الحداد، أهلا وسهلا فيك. أبونا زياد الحداد. زياد حداد، أهلا وسهلا فيك. ومنظمة المعرض منى شقير، أهلا وسهلا فيك. بير زياد، شهر الأعياد حافل عندكم مع مجموعة من النشاطات على أنواعها، مثل ما قلت نشاطات موسيقية، نشاطات فنية، وأكيد نشاطات دينية. خبرنا أكثر عن مكتب البيرو سوسيال وخدماته. أول شيء أنا بدي أشكركم، بدي أشكر كرولا، أشكر الان تي في على استقبالها لنا اليوم. حابب كمان هيك أحكي كلمة صغيرة عن أكيد الأنشطة يلي بتتم ببازيليك سيدة الأيقونة العجائبية، ومن ضمن أنشطة البيرو سوسيال. بس كمان نحن كبازيليك هدفنا الأساسي هو الهدف الروحي، يعني مساعدة الأشخاص يلي بيجوا على هالبازيليك، نساعدهم روحيا يتحضروا للميلاد بزمن المجيء. هو زمن التلاقي بين الناس، زمن التلاقي بين الله والإنسان، الله يلي بيصير بشر. هالشي كله نحن منركز عليه ببازيليك سيدة الأيقونة العجائبية، حتى هالإنسان يعيش إيمانه بطريقة يتحضر جيدة روحيا ونفسيا لهالمناسبات المجيدة. أكيد بيتحضر روحيا ونفسيا، إنما كمان بيتحضر بعلاقته مع ربنا. وهالعلاقة ما منقدر نعيشها إلا إذا ما عشناها بعلاقة جيدة مع خينا الإنسان. وبالميلاد الإنسان الآخر يلي حدنا، يلي هو أكثر حاجة، مدعوين أكثر من غير أيام، مش معناتها بغير أيام مش مدعوين، بالميلاد مدعوين أكثر من غير أيام نكون حده. ومكتب الخدمات الاجتماعية نوجد مع أشخاص متطوعين حتى نكون حد خينا الإنسان، ومش بس نكون حد خينا الإنسان بطريقة عادية، إنما مثل ما بيقول قديسنا مار منصور دو بول يلي أسسنا كأباء العذاريين ويلي بناخد من روحانيته، مش ما بيكفي بس إنه نعمل خير، لازم نعمل الخير بطريقة جيدة ومثقلة. ونكون وعلى مدار فعالي السنة، مش بس بالمناسبات والأعياد، على مدار السنة نحن نستفيد من الأزمنة، من الأوقات، حتى مثل زمن الميلاد وزمن الصوم وزمن المجيء، حتى نقدر حقيقة نعمل هالقصص أو هالمشاريع يلي بتساعد تغذي صندوق المكتب الخدمات الاجتماعية، تنقدر من خلال هالصندوق يكون نحن عم نساعد هالأشخاص يلي ربنا بحطهم على طريقنا. وهالأنشطة يلي حكيت عنهم ببداية السنة، حبينا أكيد بفضل الست منى يلي هلا بعد شوي رح تحكي معها، ننظم معرض باتشورك لثلاث أيام. بس هالمعرض حبينا نفتتحه بإيفنت، بحدث مميز السنة. وهالحدث المميز هو كونسير لجروب اسمه لجيتار دو سادر، أشخاص بيعزفوا جيتار كلاسيك، كلهم أشخاص من الكونسيرفاتوار الوطني، أساتذة كبار. هالأشخاص بلشوا كجروب بفستيفال البستان مع السيدة ميرنا البستاني، وبروفيسور بالكونسيرفاتوار يلي هو السيد جون بوجيكيون. هن 9 جيتاريست، كلهم أساتذة بالكونسيرفاتوار الوطني، أكتريتهم أساتذة، وفي بعض التلاميذ يلي ديجا صار عندهم أكثر من سنة خبرة عزف على الجيتار. رح يحيولنا بروجرام من يعني منوع لمعزوفات عالمية، موسيقى كلاسيكية، وهيدا تقديمي منهم لهالأشخاص هودي بالكنيسة ببازيليك سيدة الأيقونة العجائبية. ودائما الاحتفال بيكون ليلة عيد الإيماكيلت كونسبشن اللي هو ب 8 ديسمبر، ولكن الاحتفال بيكون بليلة 7 الشهر على الساعة 8 مساء. وبعده دغري رح نفتتح المعرض لثلاث أيام، معرض الباتشورك بثمانية وبتسعة، وطولة نهار 8 يعني من الساعة 10 الصبح للساعة 10 مساء، وكمان نهار 9. وين رح يكون الحفل؟ الحفل رح يكون بالبازيليك الموسيقى، أو بالسال البازيليك اللي هي على اسم الأب فريد جبر اللي عزار. بدي انتقل للسيدة منى. منى، قبل الفن وقبل الباتشورك أنت متطوعة بمكتب الخدمات الاجتماعية، كيف تعرفتي على البيرو سوسيال؟ أنا ولادي بالمدرسة، وكنت اتردد كتير على الكنيسة، وتعرفت على بير زياد وقال بده يعمل بيرو سوسيال اذا بحب كون فولونتير معهم. قلت له انا ايه بحب هالشيء يعني، وصرت معهم. هيدي من 4 سنين يعني، مع تاسيس المكتب انت مع بير زياد. شو الخدمات اللي قدمتيها؟ شو النشاطات اللي شاركتي مثلا فيها؟ كنا نزورهم ببيوتهم، نشوف شو مشاكلهم في الادويه تبعيتهم، الحصص اللي بنعطيهم اياها،
يعني انه تحسسيهم بوجود حدا حدهم يعني. وكيف طلعت فكره المعرض معك منى؟ المعرض قلت انا بدنا نغذي هالصندوق لنضل مستمرين ونقدر نستقبل اكثر عدد ممكن يعني. فسالته قلت له فينا نعمل هالشيء وصاروا صرنا رح نعمل. فيني استطرد لان لما نعرض هي فكره انا ما كنت فاهم شو باتش ورك، ما بفهم كثير بالمعرض. وبتصور جزء من المشاهدين ما بيعرفوا، لذلك بدنا نشوف فيديو بيشرح لنا بالضبط شو يعني باتش ورك ونرجع بنعلق على الموضوع. ابونا أوكي. تفضلوا. الأتيليه بيرو سوسيال للآباء العذريين هو عبارة عن مشغل باتش وورك. الباتش وورك هي عبارة عن عمل فني معروف عالمياً، أوروبا وأمريكا والناس كلها بتحبه يعني. عبارة عن قماش مننسقهم على بعضهم بطريقة حلوة، وفينا نعمل منه تكيات، شراشيف مثلاً، مثل هيدا امبارح بلشنا فيه ختمناه بهالطريقة حلوين. بنعمل منه كفرلي، بنعمل تكيات، بنعمل سجاد للأرض إذا كانت الشقفة سميكة. حتى بالبيت إذا عنا عفش مش حابينه، كنباية، طاولة، كومودينا أو شيء، فينا نجددها بالقماش أو بحيالها مساطير نستعمل. تطلع مثلا مثل هيدي الطاولة كانت عتيقة، مثل ما شايفين موديل عتيق جددناه حتى نالها مساطير خشب، ورق جرايد، فينا نعمل كنبايات، فينا نعمل كومودينا إذا عتيقة عند التيتا أو عند جدو، فينا صندوق كمان أيام زمان فينا كمان نجدده ويطلع كتير حلو نستعمله. كل هالأشغال عملناها لحتى نعمل معرض بسبعة ثمانية تسعة كانون الأول بكنيسة العذرية بالأشرفية للآباء العذريين بصالة فريد جابر، بيرجع رايعون هول الأشياء للعمل إنساني. بالبيرو سوسيال نحن منساعد العيال المحتاجة، مثلا نعمل لهم في عندهم حصة غذائية كل شهر، دواء، معاينات طبية بالمستشفيات، اجتماعياً بنروح لعندهم منزورهم، بنهتم بكل مشاكلهم. فمنشان هيك عملنا هالمعرض تيرجع رايعوا لهالجماعة اللي نحن مسؤولين عنهم هلا. ونتمنى لو تشرفونا وبتشجعونا وبكون مرسي كتير. هيدا مشاهدينا كان فيديو بيشرح لنا شوي عن مختلف خدمات مكتب الخدمات الاجتماعية بهالبازيليك المميزة، وكمان عن الباتشورك. الباتشورك هو فن اشتهر أكثر شيء بأمريكا. منى أنت كيف بلشتي بهالفن؟ أنا من زمان بحب الألوان وهيدا، والقماش بتلفت لي نظري بقى،
وبعدين انا وعم بتطلع لقيت انه في شيء اسمه باتشورك بالعالم وبيستعملوا هيدي الطريقه القماش، هي اصلا معروفه من 1700 يعني. نعم. العالم البسيطه بصير شو عندها اشياء تلبقها على بعضها، فضلات يجمعوها على بعضها تيستفيدوا منها. بقى حلو كثير هذا الشغل وتطور عبر القرون. ايوه صرت انا اطلع هون وهون. كثير حلو شغلك وفي افكار كثير خلاقه منى، مش بس يعني اغطيه او 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 كفرز اشياء، يعني في ترميم كمان، اعاده كل ترميم ل لفرنتشر قديمه، مفروشات قديمه. ايه وكله رح نشوفه بهالمعرض على مدى 3 ايام. المعرض ايه اكيد. وبيعود ريح هالمعرض للخدمات الاجتماعيه اللي بيقوم فيها البيرو سوسيال بالعازري. كمان ختام شهر العياد رح يكون مسك معكم ب 20 الشهر وللسنه 12 على التوالي. 12 على التوالي. انا بدي استفيد من وجودي كمان اليوم بالام تي في حتى اشكر السيده ماجده الرومي اللي لها من سنه 2000 كل سنه بنعيد معها الميلاد بالعازري، والسنه كمان ب 20 كانون الاول رح يكون لنا لقاء معها بكونسير ميلادي بالكنيسة على الساعة 8:30 مساء. وحابب رولا بهالمناسبة كمان أقدم لك كارتين عزيمة تشاركينا بهالحدث. شكرا لك زوق أبونا. وكل الأشخاص يلي بيريدوا يشاركونا الكروتي موجودين بالدير وبالبازيليك. وين بيلاقوا؟ بالبازيليك وبالكنيسة وبالدير. يشتروا من هلا البطاقات أكيد صاروا موجودين بالكنيسة كل البطاقات. وأكيد بنحيي السيدة ماجدة الرومي على هالمبادرة الإنسانية الخيرية اللي بتقوم فيها كل سنة. أكيد. ومتحمسين كلنا تنحضر هالحفل، شكرا لوجودكم معنا، بنتمنى لكم أعياد مجيدة، وبدنا نرحب بالتلاميذ اللي انضموا لنا من مدرسة الأنطونية المينا، أهلا وسهلا فيكم عم بيحضروا شوي جزء من الحلقة. قد ايه حلو شهر الاعياد ابونا بوجود الاولاد والاطفال، وبعرف انه هالسنه سنه استثنائيه لمنطقه الاشرفيه اللي عاشت احداث كثير اليمه، شو معنى العيد هالسنه لكم؟ اكيد هو الميلاد دغري، بس نقول الميلاد بنقول الاولاد بنقول الاطفال، والاله يلي عم بيصير طفل، طفل المغاره، هو عيد الاطفال، عيد الطفل المغاره. والسنه كمان بالاشرفيه سنه الميلاد السنه مميزه حزينه، بس رغم الحزن يلي عشناه من فترة من خلال 40 يوم يلي حصر لنا، عم نرجع قد ما فينا نرجع نسلم هالعيد يلي هو عيد الفرح لربنا، يرجع يباركنا، يبارك هالمنطقة يلي هي منطقة الأشرفية، ونحس معه بالعيد، نرجع نتذكر إنه العيد مش المظاهر الخارجية أو الأحداث يلي بتتم كيف بدنا نرجع نحن نحيها بطريقة مختلفة، إنما العيد بيبقى موضوعه وأساسه يسوع المسيح يلي عم يولد وعم بيعطي الفرح لكل واحد منا رغم الحزن ورغم التعاسة. منهنيكم على كل المبادرات اللي عم تقوموا فيها، ان شاء الله بيكون معرض موفق ست منى، بينعاد عليكم يا رب، الله يقويكم. ناطرين وقفه قصيره مشاهدينا ومتابعي حلقتنا، خليكم معنا.